عندك الولاء الكنسيه دي. الولاء موضوع شرفي وافتقاري، اعطني الخطاب. ستندم اذا تدخلت في شؤون لا تخص. لا ينبغي عليك ان تستولى على خطابي ان اضعه مليكي تحت رعايتي. وانت لا ينبغي لك ان تحمل خطابا يخرج بنا جميعا. هذا ليس من شاني، اعطني الخطاب لا تفرق فيه. ساهشم لك راسك ان تبتعد عني. ما معنى هذه الضجه النميمه عند بابي؟ استمع الي يا مولاي فاني اذهب انت الان يا بطيس. لقد اقتصر. كن اذهب يا بطيس. امرك يا مولاي. ماذا تعريف معه يا هذا الحد يا بني يا رب؟ طب انا اسم احدث. الى ان يهمه لم يخلص، لا يخشى النظر لاحد. أفلا ترى هذا الخطاب الذي يحتوي على أوامر تنطوي على الخيانة؟ وأن غضبته عليك ما لا ينبغي لك أن تعلم. وأنا بقولي أفضح. فتتجسس ولا تخجل. لا أفعل أمين، فأنا لست من عدوك. حقا يا خلال وصل لك لسانك. وما لك أن تعلم أن لسانك أفعل مبقوت بالطعون. العقل المتردد علامة اليابان ونزيل لأصدقائك. سوف أكشف لك عن ولو حاولت ان تحيد عن الحرب فلن يكون نصيبك من السماء الى القليل. افلا تذكر كيف كنت تطمع في تولي القياده ضد اليونان جميعا؟ تظاهرت بانك لا تابه بالقياده في حين انك كنت فيها جد شغوف. كم كنت متواضعا. لقد ظننت انك تستطيع باللطف واللين ان تشتري ما يصدر اليه قلبك. وما ان تخوض في قيادتك العليا حتى غيرت من طبعك. ان يبدو للامر أن يسلك مثل هذا السلوك. الرجل الشريف حين يصفر بالنفوذ ينبغي له أن يكون أكثر قربا لأصدقائه، لأنه حينئذ يستطيع أن يكون أكثر نفعا له. وهذه هي التهمة الأولى التي أوجهها إليك. لقد أتيت إلى أوليس حيث جيوش اليونان جميعا تحت عملتك وكلهم مدددون بالسلاح، وغابت عن سكوننا في حدث ستحملها إلى وتوسل اليك المحاربون ان تصف السفن ولا تبقي علي هنا. ولكنك يا اخي ابيت كل الاباء وغضبت عن شد الغضب، لانك لو فعلت ستفقد قيادتك على الف سفينه حربيه. حينئذ جئت الي بكيا وسالتني ماذا عصي ان افعل واي خطه اتبعها حتى لا افقد هذه القياده العليا واحرم من هذا الشر. إني لن أدفع التي لك وأنا لن أعتذر عن ذلك.
تقدمك التي مدقوا بدرا. أمي أمي رفعت ذلك قدامك يمين ولا يمين قدامك يمين. حسنا يا فيروس، هذه قضيتك فإن كنت تصم أذنيك عن العدل والحق فسأضع أنا الأمور في نصابها على خير وجه. حقا لعنة بارئة علي، نحن نمر بغير صديق. لقد حطمتهم جميعا. أيمكن أن أكون أنا وأنت من عمل واحد تبدلون؟ لكن أنا ذا أعذار أصدقاء المخلصين يختصمون ساعة الحظ. إذا كن لي صديقا ولا تكن حمام الجحيم. بل لك أن تحمل عين أحزانك من أجل أعور صفة اليونان لكفرك وزدان. أنت لا يهمك سوى عرشك ولكنك اليقين تخارج فيها من الله. اسمع يا جبنة، سأبحث لي عن وسائل أخرى وأصدقاء. عليك أن تسبح فتاة من أجل تحقيق الغابات. لماذا
منذ أن أرحلوا عن ولف. تكن أحزانك أحزان. أنا وحيد. أليس من الصواب أن أبدل منطقتكم وحيد؟ أبدل حبكم يا أخي. أنا أعرف.